السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم محمد تحسين من قناة سرشاجي. ازيكم عاملين النهاردة كده؟ وانا قاعد في الشغل فقلت ما اجيب سناكس كده معين اكله في وسط الوجبة يعني، فجبت اللي هو بيك رولز اللي هو سويت تشيلي فليفر، اللي هو الاحمر ده اللي هو لونه احمر ده، انتوا عارفينه طبعا. الفكرة انه انا وانا باكل البيك رولز ده يعني، فببص كده بالصدفة على السعرات الحرارية، لقيت فيه بروتين كذا ودهون وكربوهيدرات. المهم باجي ابص على السعرات الحراريه لقيت 450 449 و7 من 10 كيلو كالوري. انت عارف انت حسبتك كام في الكالوري؟ ما بين 2000 ل 2500، عشان لو انت عايز تظبط جسمك يعني، لو انت عايز مثلا ايه يعني يبقى جسمك مظبوط وبتاكل مثالي، بيبقى من 2000 ل 2500. فلما انت تاكل مثلا كيس من ده او كيسين في اليوم، الموضوع هيخرب لك الدنيا. مع وجبتين ثلاثة الموضوع يخرب لك الدنيا. فأحذر تحذير تام انك تحسب السعرات الحرارية بتاعتك. تحسب السعرات الحرارية ده يعتبر خراب على جسمك. انا ان شاء الله مش هجيبه تاني ان شاء الله يعني. وشكرا جدا ليكم، وكان معكم محمد تحسين. ما تنساش طبعا تعمل لايك للفيديو وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس، وما تنساش بقى تشوف يعني هتلاقي في فيديوهات دلوقتي هتطلع لك، ما تنساش تعمل ايه لايك ليها او تتفرج عليها. شكرا جدا ليكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.